خلي بالك ها، اوعى حاجه تتكسر او تقع. بالراحه بالراحه، اوعى حاجه تتكسر منكم. اعمل ايه في المذاكره؟ طمني طمني، اكيد انت سبان. بيت عندنا بقى صعب يتذاكر فيه. طيب ما تيجي تذاكر عندنا. بص I don't like you، بس احنا عيلة المفروض نقف جنب بعض في المواقف اللي شبه دي. دنيا سيرك ومسرحية وناس كتير انا عليا، واللي قلبه بدون حنية واللي ملهي بيع العادية. وانت من اولها شغلوك انت تعمل طقوس يوم الجمعة؟ لا يا صاحبي انا قاعد بعمل قومتي. لا صاحبي بعمل قومتي؟ ماشي يا عم، عامة انت قاعد هنا معزز مكرم. يا عم في ايه؟ عادي يعني، صباح الفل. انا زهقان قلت افرك في اي حاجه عشان المعازيم اللي جايه دي. افرك رايح فين كده بس قول لي؟ لا انا عندي مشوار كده ساعه وراجع. مشوار؟ انت بتزوغ يا كيمو؟ لا والله. والله هسندل معاك عادي؟ لا لا لا، انا عارف انت سندان حبيبي. يا بود حبيبي حبيبي. يا مريم صباحك فل، عامله ايه؟ بابا يتجوز على مامتي، هكون عامله ايه؟ مصر انا كريم. مصر مصر انا كريم؟ ها؟ طب رش. بودة تعالى تعالى. مريم في ايه بقى؟ انت بقالك تلات ايام عماله تعيطي في كل وقت وفي كل مكان، ما ينفعش. وانا مش فاهمه بصراحه احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ بنحتفل بخرب بيت اهلنا؟ اذا كانت ماما اول واحده جت يعني انت هتبقي زعلانه اكتر منها؟ انا مش قادره اصدق ان بوبي عمل كده. بقول لك ايه؟ انا ولا قادره اشوف حد ولا قادره اتكلم مع حد، انا عايزه امشي. اهدي بس بالعقل كده. مش يمكن زوزو اصرت ان احنا نيجي النهارده عشان عارفه ان بابا هيصالحها وماما تسامحه ونخلص بقى؟ حتى لو هي سامحته انا مش هسامحه. وبعدين هي فين اصلا؟ يعني كده مفيش فايده؟ مش هنعرف مين الهبابه اللي اسمها نعمات دي؟ انا حطيت رقمها قومي على جوجل ما لقيتش حاجه، ودورت على فيسبوك وانستجرام ولينكد ان ولا الهوا برضه. طب ايه السايت ده؟ ده بقى ويب سايت تدخلي عليه الرقم القومي بتاع اي راجل يطلع لك الستات اللي على ذمته. بس هو هنا مطلع لنا اسمها بس من غير صوره يعني، فاكننا ما عملناش حاجه. طب والنبي يا فيروز بصي على البتاع ده كده، شوفي حسن وعمر. عمر بس انتوا وهي، احنا في رشد دلوقتي. بس نعمات ده اسم قديم، تحسي كده انها ست عجوزه بتحب الشباب الورور. ده على اساس ان رشدي ورور؟ والنبي والنبي يا فيروز بصي على حسن. انتي بسرعه، عمر وصل ورشدي بيركن. يلا اعملي 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 ريفرش اخر مره كده، ممكن يطلع حاجه جديده. مش هحطي صوتي يا رشدي، ما انا كمان ما ينفعش افضل قافل تليفوني وما بردش على امي ومش عارف اشوفها ومستخبي كمان من دينا، وانت قاعد هنا براحتك ولا همك. مش انا اللي اتجوزت يا رشدي، مش انا. محدش قالك تستغبى وتبعت على الجروب، انت اللي غلطان على فكره. انا ما كانش قصدي يا اخي، بقول لك بقى انا كان قصدي افرود لمحمود البوليسه. محمود مين ده؟ محمود زميلي اللي عملك البوليسه، وانا ساعتها كان معايا زبون وموترني وجالي تليفون ويتنج وبكلم الراجل، فوت اللفه جيت الف ليه ترن عشان رحت ايه وزبون ايه وزفت ايه؟ ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ بص بقى يا رشدي، انا تعبت والمصحف من كتر كتم الاسرار مش قادر. انا اترفدت من شغلي، حلو كده؟ وبشتغل سواق يا عمي، ماشي؟ يا نهارك اسود ومنيل. اخيرا اخيرا عبرت امك يا عمر. ماما رشدي انا عاوز اعرف مين نعمات دي. انا هفهمك، استهدي بالله بس كده وانا هفهمك كل حاجه. نعيمة نونو، انا قلت انت مش عايز تعرفهم مين مراتك التانية، قلت اعرفهم انا. هاي يا بنتي.